على كارثة البيئية اللي وقعت في سيدي بوزيد، قلع الشجر في الوقت اللي اسفي هي محتاجة فيه كل نفس. نعم نعم. انتم كرئيس ديال لجنة البيئة، شنو الإجراء اللي اتخذتوه باش هادشي في إطار القانون في إطار الصفقة؟ يعني بزاف التساؤلات السيدي. تكلمتوا في نفس السؤال اللي طرحه الزميل، تكلمتوا سيد الرئيس البعض يتكلم بأنك عندك شي فيديو، تكلمتي على شي فيديو بأن هذاك الشجر اللي تقلع مشى لشي حمام ديال واحد رئيس جماعة سابق. لا لا شوف، واش تؤكد ولا تنفي بانك ابدا 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 اللي كاين؟ انا تلقيت مجموعه ديال الشكايات مواطنين غيرون بهذه المدينه البارحه بطبيعه الحال على انه يتم اقتلاع اشجار وكيتم سياقتها لبعض المؤسسات الخاصه بطبيعه الحال لبعض الاشخاص في هذه المدينه هذه. ومن موقعي كرئيس لجنه انني نتبع وانني نستجب لهذه الشكايات. علاش؟ لان الاشجار اللي كاينه اليوم خصوصا اشجار الكاليبتوس، لان هي اشجار اللي مقاومه التلوث واللي العمر ديالها طويل بطبيعه الحال في هذه المدينه، ما يمكنش اننا نفرطوا فيها اليوم، بالعكس اننا ننميو هذا الحزام الاخضر بالمدينه لان مدينه ملوثه كما قلنا وكتعيش واحد المعدلات كبيره ديال التلوث. هذه ربما توصلنا بمجموعه ديال المعطيات. احنا بصدد اجراء بحث على هذا المستوى. بطبيعه الحال ما يمكن لكش انك تاخذ اجراء بعيد على مؤسسه الرئيس ومؤسسات المكتب ديال المجلس اللي غادي نناقشوا في الموضوع. وإلا تبت ان هناك خروقات وتبت ان هناك بعض السلوكات المنحرفه وتبت انه تم تهريب اقول بين قوسين، لان ما يمكن ليش نتهم شي حد اليوم، الناس كتكلم والشارع كيتكلم انه تم تهريب بعض الاشجار او بعض كذا، نعم سنتخذ المتعين ولا ما نكذبش عليك. وهذا اتفاق وهذا تعاقد بيني وبين الساكنه انني في موقع السوق الحريف سأتخذ الإجراء المعين. ممكن يكون موضوع شكايات وضع لدى السلطات المختصة، لأن ما يمكنش اليوم نتكلموا على هدر المال العام أو سرقة المال العام كيف ما كان نوعه، لأن المال العام ماشي هو فلوس، ممكن يكون أي طروة ديال هذه المدينة. ولكن لحد الساعة ما عندناش أدلة كما قلت لكم، هذا نقاش ديال الشارع. كاين ناس كتكلم على أشجار تم الاجتثاث ديالها تم كذا، حنا غادي نوقفوا على هذا الشيء وربما نشوف مع السيد الرئيس ندير واحد لجنة تقصي الحقائق باش نوقفوا على حجم هذا الأضرار. وإلا كانت هذيك الساعة كاين بعض الخروقات ما يمكنش أي واحد يسكت عليها وما يمكنش من موقع كرئيس الجزائر أن يسكت عليها. شكرا. مرحبا.